حفلة إبريل. إنه في يوم 25 من هذا الشهر، شهر إبريل لعام 2012 ميلادية 1433 هجرية، سيكون هناك احتفال كبير وضخم، ليس في إحدى الأندية الاجتماعية أو قاعات الاحتفالات، ولكنه احتفال عن طريق النت، ولهذا أدعوكم جميعا للحضور. وهذا الحفل حقيقي وليس كذبة إبريل، والذي سيقيم هذا الحفل الكبير أكاديمية الدارين، التي حملت على عاتقها مسؤولية نهضة هذه الأمة، وإيمانا منها بأن الأمم وحضارتها لا تقوم إلا على العلم والأخلاق، بدأت في تدشين مشروعها الحضاري على النت في 25 لعام 2011 ميلادية. وهذه الأكاديمية تستهدف جميع قطاعات المجتمع في تقديم العلم والمعرفة بطريقة جديدة، حتى نسير غيرنا من بلاد العالم المتقدمة. وفق الله القائمين عليها والمتطوعين فيها لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.